مرحبا بكم أصدقائي في درس تعلم اللغة الإنجليزية من البداية إلى الاحتراف للمبتدئين. أعدك يا عزيزي المشاهد أنه إذا أخذت نصف ساعة من يومك أو ساعة على حسب وقت فراغك الخاص لمتابعة هذا الدرس من البداية إلى النهاية، ستخرج وبحوزتك كلمات، عبارات والجمل الأكثر استعمالا في الحياة اليومية، أي يجب عليك أن تحفظها وتستعملهم باستمرار. هذا الفيديو صمم أيضاً للأشخاص التي تود أن تتعلم الإنجليزية عن طريق الاستماع، فهي أيضاً تعتبر طريقة فعالة لحفظ واكتساب المصطلحات والجمل. فقط ضع السماعات ثم ركز واسمع جيداً وحاول أن تردد معي هذه الكلمات والعبارات الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية. كل التوفيق لكم، وهيا لنبدأ عزيزي المشاهد. ولا تنسى الضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق، وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. حتى لا أطيل عليكم أصدقائي، لنبدأ. أول كلمة معنا أصدقائي، فحاول أن تركز وتقوم بحفظها جيداً. هيا يا عزيزي المشاهد، فلنبدأ بأول لون وهو اللون blue. blue بمعنى اللون الأزرق. إذن كيف سأقول اللون الأزرق باللغة الإنجليزية؟ سأقول blue. أعيد معي blue. نعم، جيد جدا. اللون التالي وهو اللون yellow. yellow. أعيد معي يا عزيزي المشاهد، yellow بمعنى اللون الأصفر، وهذا اللون الثاني حاول أن تقوم بحفظه. اللون الأول كان هو اللون الأزرق يعني blue، واللون الثاني هو اللون الأصفر يعني yellow. yellow. red. red. أحسنت. red بمعنى اللون الأحمر. اللون الأحمر. كيف سأقول اللون الأحمر باللغة الإنجليزية؟ نعم، جيد جدا، سأقول red. red. green. green وهو اللون الأخضر مثل لون النباتات وما شابه ذلك، اللون الأخضر green. هيقوم بقراءة هذه الكلمة عزيزي المشاهد، green. green. pink. pink. pink بمعنى اللون الوردي. اللون الوردي. هيا حاول أن تقوم بحفظ هذه الألوان blue, yellow, red, green، ثم وصلنا إلى اللون الوردي بمعنى pink. purple. purple. purple بمعنى بنفسجي. اللون البنفسجي. purple. اللون البنفسجي. purple. اللون التالي، كيف سأقول يا عزيزي المشاهد اللون البني باللغة الإنجليزية؟ إذا كنت تعرف الجواب أوقف الفيديو وحاول أن تكتبه لي عفوا في التعليقات. نعم، جيد جدا، إنه brown. اللون البني باللغة الإنجليزية هو brown. brown بمعنى اللون البني. brown. brown. اللون التالي، اللون البرتقالي.
أظن أن هذا اللون سهل لتحفظه باللغة الإنجليزية، اللون البرتقالي. نعم، سأقول orange. orange. اللون البرتقالي باللغة الإنجليزية هو orange. orange. هيا كررها معي يا عزيزي المشاهد. أحسنت. orange. اللون التالي، اللون هو اللون الرمادي. كيف سأقول اللون الرمادي باللغة الإنجليزية؟ نعم، سأقول grey. سأقول grey بمعنى اللون الرمادي. grey. نعم، grey بمعنى اللون الرمادي. اللون التالي عزيزي المشاهد إنه white. هذا اللون يستعمل كثيرا في الحياة اليومية. white. white بمعنى اللون الأبيض. نعم، وهذا اللون يستعمل كثيرا. white. white بمعنى اللون الأبيض. لون آخر يستعمل كثيرا في الحياة اليومية وهو اللون black. 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 ماذا يعني هذا؟ يعني اللون الأسود. نعم، أحسنت، اللون الأسود black. كيف نقول اللون الأسود باللغة الإنجليزية؟ نعم، نقول black. اللون التالي baby blue. baby blue بمعنى، نعم، بمعنى اللون السماوي. بمعنى اللون السماوي أو الأزرق السماوي، نقول baby blue، اللون السماوي. اللون التالي عزيزي المشاهد navy blue. navy blue. navy blue بمعنى اللون الكحلي. اللون الكحلي أو بمعنى آخر الأزرق شيئا ما الغامق. الأزرق شيئا ما الغامق، نقول له navy blue. navy blue بمعنى الكحلي. الآن كيف سأقول اللون الفيروزي باللغة الإنجليزية؟ اكتبوا لي في التعليقات. نعم، إنه turquoise. turquoise. هيا كرره معي. اللون الفيروزي باللغة الإنجليزية نقول له turquoise. turquoise. أحسنت. اللون التالي beige. beige. هذا اللون لون سهل جدا لأنه يشبه اسم اللون باللغة العربية، إنه بيج، تقريبا نفس النطق بيج. كرره معي عزيزي المشاهد بيج. نعم، جيد جدا. اللون التالي بورغندي. بورغندي. نعم، أحسنت. بورغندي بمعنى أرجواني غامق. أرجواني غامق. كيف سأقول أرجواني غامق باللغة الإنجليزية؟ سأقول بورغندي. بورغندي. بيبي بينك. بيبي بينك. هذا اللون أيضا يستعمل كثيرا. بيبي بينك بمعنى اللون الزهري. نعم، اللون الزهري، نقول له بيبي بينك.
نعم إنه يشبه بيبي بلو، غير أن بيبي بلو تعني الأزرق السماوي وبيبي بينك تعني اللون الزهري. هوت بينك، هوت بينك. نعم سهل، هوت بينك بمعنى اللون الفوشي أو الوردي الفاقع. الوردي الفاقع نقول له hot pink. الوردي الفاقع نقول له hot pink. اللون التالي كيف نقول الأصفر الغامق؟ الأصفر الغامق كيف نقول الأصفر الغامق باللغة الإنجليزية؟ نعم نقول له mustard. نقول له mustard. أحسنت، نقول له mustard. اللون التالي عزيزي المشاهد caramel. caramel. اللون التالي caramel بمعنى نعم جيد جدا، بمعنى البني الفاتح. البني الفاتح نقول له caramel بمعنى البني الفاتح، نقول له caramel. الآن سنمر إلى الألوان الغير المحددة، وسنكتب لكم 5 ألوان من الألوان الغير المحددة، وسنبدأ ب yellowish. استمع، إنه سهل في النطق. yellowish بمعنى اللون المصفر. سأعيده yellowish. yellowish بمعنى مصفر. اللون التالي من الألوان الغير المحددة bluish. أعيده bluish. استمع جيدا وركز يا عزيزي المشاهد، وحاول أن تحفظ هذه الكلمات وتستعمله بشكل يومي. bluish بمعنى مزرق. bluish بمعنى اللون المزرق. bluish. أحسنت. اللون التالي أو اللون الثالث من الألوان الغير المحددة وهو greenish. استمع جيدا، إنه سهل. greenish. greenish بمعنى اللون المخضر. نعم جيد جدا، اللون المخضر نقول له greenish. greenish بمعنى اللون المخضر. اللون الرابع معنا من الألوان الغير المحددة وهو reddish. نعم إنه سهل. reddish. أعيده reddish بمعنى اللون المحمر. reddish اللون المحمر. reddish. reddish اللون التالي اللون المبيض. هيا حاول أن تركز وتكتب لي كيف نقوم بنطقه باللغة الإنجليزية. نعم إنه whitish. whitish. أحسنت يا عزيزي المشاهد، إنه whitish يشبه اللون white يعني اللون الأبيض white، لكن هذه المرة لكي نقول مبيض نقول whitish. whitish. اللون التالي يا عزيزي المشاهد dark green، وهذه الألوان من الألوان الفاتحة والألوان الغامقة. dark green نعم يعني الأخضر الغامق. dark green الأخضر. green هو الأخضر والdark هو الغامق. dark green. لدينا هنا 4 ألوان من الألوان الفاتحة والغامقة. أيضا ممكن أن نقول light blue. light blue. light blue. blue يعني الأزرق و light يعني فاتح، بمعنى light blue هي الأزرق الفاتح. نعم
الأزرق الفاتح نقول light blue. اللون الثالث dark blue. dark blue. أعيده من جديد dark blue. نعم إنه الأزرق الغامق. أعتذر قليلا يا عزيزي المشاهد على صوتي بسبب وعكة صحية، لهذا أنا أعتذر من الصوت. dark blue بمعنى الأزرق الغامق. اللون التالي أو آخر لون معنا من الألوان الفاتحة والألوان الغامقة وهو اللون pale green. نعم إنه سهل في النطق، pale green بمعنى الأخضر الشاحب، pale green. pale green بمعنى الأخضر الشاحب. نعم انتهينا من جميع الألوان. هذه المرة سنقوم بإعادة جميع الألوان التي درسناها في هذا الفيديو، وسنبدأ بأول لون وهو اللون blue بمعنى اللون الأزرق. نحن نقوم الآن بمراجعة جميع الألوان التي درسناها في هذا الفيديو. أول لون كان هو اللون blue بمعنى اللون الأزرق. ثاني لون وهو اللون yellow. هيا فكر قليلا. نعم إنه اللون الأصفر yellow. yellow بمعنى اللون الأصفر. red. فكر أحسنت، إنه اللون الأحمر red. red بمعنى اللون الأحمر. green. فكر بسرعة. أحسنت، إنه اللون الأخضر green. green تعني اللون الأخضر. pink. فكر بسرعة يا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت، إنه اللون الوردي pink. pink. نحن حاليا نقوم بإعادة الألوان التي درسناها في هذا الفيديو. purple بمعنى اللون البنفسجي. أحسنت يا عزيزي المشاهد. purple بمعنى بنفسجي. اللون التالي بني. كيف نقول بني باللغة الإنجليزية يا أسرع؟ نعم brown. brown. brown بمعنى بني. brown. والآن كيف سنقول اللون البرتقالي يا عزيزي المشاهد بسرعة؟ نعم orange. orange بمعنى اللون البرتقالي orange. اللون الرمادي الآن، هيا أسرع واكتبوا لي في التعليقات. نعم إنه gray. gray بمعنى اللون الرمادي. gray اللون الرمادي. white. هل تذكرتم؟ قلنا أنه نستعمله كثيرا في الحياة اليومية. إنه اللون الأبيض white. اللون الأبيض. black. نعم هذا أيضا قلنا أننا نستعمله كثيرا في الحياة اليومية. black بمعنى اللون الأسود. black. نعم black اللون الأسود. baby blue. نعم إنه اللون السماوي أو بما يسمى الأزرق الفاتح أو الأزرق السماوي. baby blue أي الأزرق السماوي. navy blue. navy blue نعم إنه اللون الكحلي أو الأزرق الغامق. اللون الكحلي. كيف سنقول اللون الفيروزي باللغة الإنجليزية؟ فكر بسرعة. نعم إنه turquoise. turquoise. أحسنت، إنه اللون الفيروزي.
اللون التالي إنه بيج. نعم قلنا أنه يشبه هذا اسم اللون باللغة العربية وهو بيج. بورغندي بسرعة بسرعة بورغندي. نعم إنه اللون الأرجواني الغامق. اللون الأرجواني الغامق بورغندي. بيبي بينك بسرعة بسرعة يا عزيزي المشاهد أحسنت. إنه اللون الزهري اللون الزهري. بيبي بينك. هوت بينك هوت بينك. هيا فكر بسرعة. هوت بينك إنه الوردي الفاقع. الوردي الفاقع. كيف سنقول الأصفر الغامق باللغة الإنجليزية؟ فكر بسرعة. نعم إنه ماسترد. ماسترد أحسنت إنه ماسترد. إنه سهل في النطق ماسترد. اللون التالي كاراميل. كاراميل بمعنى البني الفاتح. البني الفاتح نقول له كاراميل بمعنى البني الفاتح. الآن انتقلنا إلى الألوان الغير المحددة. يلويش. يلويش بمعنى مصفر أحسنت. يلويش. بلويش. بلويش نعم إنه اللون المزرق. بلويش اللون المزرق. غرينيش رأيتم إنه سهل في النطق. غرينيش بمعنى اللون المخضر. غرينيش. ريدش. ريدش نعم إنه اللون المحمر. ريدش آخر لون معنا في الألوان الغير المحددة وهو اللون المبيض. كيف سنقولها اللون المبيض باللغة الإنجليزية؟ نعم أحسنت نقول whitish. whitish بمعنى اللون المبيض. whitish. الآن سنمر إلى الألوان الفاتحة والغامقة. dark green بمعنى أخضر غامق أحسنت. هذا بمثابة مراجعة يا أعزائي المشاهدين. light blue. light blue إنه الأزرق الفاتح. light blue. اللون التالي dark blue. dark blue بمعنى الأزرق الغامق. الأزرق الغامق dark blue. pale green أحسنت إنه الأخضر الشاحب وهو آخر لون معنا في هذا الفيديو. الأخضر الشاحب نقول له pale green أحسنت. وصلنا إلى آخر الفيديو. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تقوم بالضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.